تشوفوا الطريق، يعني إذا كان قدامك غير مول الموتور كتر أنك تبغي تتجاوز وخصك ترد البال بحكم الطريق مضيقة بزاف. بعض اللحظات إن شاء الله غادي نطلع على جماعة سيدي حيا زعير واللي كتبعد على هاد النقطة تقريبا واحد 3 كيلومتر. يعني كيبقى هذا المقطع الطرق قبل المدخل ديال الريبعة حتى الفردوس، ومن الفردوس حتى العين عودة خاصو شي حل في أقرب وقت، لأن الطريق مضيقة وبعض المرات كيكون واحد الدرك كبير على الطريق هذه. انا سوق 3 ديال سيدي حيا زعير جديد حدا مدرسة دايت اعراب، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، الله يجيب شي شتي وان شاء الله ينفع بها البلاد والعباد. كنطلعو على المدينة الجديدة تمسنا، المدينة اللي كنتمناو من الله تقول الكلمة ديالها مستقبلا، لأن صراحة فضيل تعاقب مجالس لا يهمها مسؤولية الساكنة والمدينة، فعمر الأمور ما زاد القدام. نتمنوا الله يجيو ناس اللي عندهم ضمائر حية، ناس اللي باغا تخدم بالمعقول. فهاد اللحظات دخلنا جماعة سيدي حيا زعير، صراحة بقى خدمة كبيرة
غيروا الاتجاه وكندخلوا لجامسنا مباشرة. أنا باقي وسائل النقل هنا في التريبورتور، باقي شي أمور صراحة لما كتوفرش فيها أبسط شروط السلامة للمواطنين. الجهات المسؤولة أنها تحرك شوية، لأن مدينة تمسنا كتعتبر من المشاريع الملكية اللي خرجت الأرض للوجود، لكن الناس اللي غتخدم على مس استفهام كبيرة. سوق نموذجي جديد في تمسنا، لكن بقى عندنا أسواق عشوائية، بقى عندنا الخيام ما كتوضح الصورة. لاحظوا معايا الصورة على اليسر وعلى اليمين، الفرق كبير. نتمنى الله الخير والتيسير، نتمنى الله أنه تقاد الأمور، لأن قانون واحد كاين في البلاد وقانون واحد كيسرع للجميع. كنتمناو بحال دابا مدينة تمسنا ما نشوفوش غير سوق نموذجي واحد، ميمكنش الناس ديال تمسنا كلشي غتمشي سوق نموذجي واحد. نتمناو من الله انه يتوزعوا على جوج ثلاثة ديال الاسواق حتى الاربعة، علاش لا؟ لان كل تراب ملحقه اداريه بالكثافه السكانيه ديالو اكيد غادي يحتاج واحد السوق. صور حصريه من تمسنا، بنايات جديده قادمه، مدينة تمسنا مرافق جديدة. دائما احنا غادي في الاتجاه ديال مدينة عين عتيق والصخيرات، فكتبقى هذه هي الطريق المختصر. صورة أخرى من سماء تمسنا، هنا على اليسار ديالي عندنا واحد السوق نموذجي يستافدوا فيه الناس اللي كتستحق، لان كنسمعوا كيكثر القيل والقال فيما يتعلق من هي الفئه المستفيده من الاسواق النموذجيه.
كنتواجدوا في جنبات ديال مدينة المهن والكفاءات، كنتواجدوا في هذا الشارع اللي كتعتبر من أبرز شوارع المدينة واللي فيها الضو شي شوية. كنتمنى من الله أن الخدمة اللي في هذا الشارع على برا تنعكس على الشوارع والأحياء ديال تابسنا، لأن كاين شي أمور اللي صراحة كنستغربوا ليها كيفاش كنشوفوا بعض الأحياء في تابسنا في واحد الوضع اللي هو كارثي. هنا كتشوفوا الوليدات جايين لمدينة المهن والكفاءات في الطريق هذه اللي كيجيو فيها الناس من بلايص بعاد. هنا راه مكاينش أعمدة كهربائية في هذا الشارع، ما كايناش إنارة، خصوصا دابا وقت البرد كيطيح الظلام شوية بكري، فالطريق كل ما فيهاش الإنارة من مدينة المهن والكفاءات حتى المدار اللي كيدخل هنايا النور. يعني نتمناو من الجهات المسؤولة أنها تفيق هذا الشيء، شرنا عليه مرارا. وكما كيعرف الجميع فملك البلاد نصره الله قام بالتدشين ديال المدينة ديال المهن والكفاءات مؤخرا، التكوين المهني اللي صراحة داكشي على أعلى مستوى، لكن المسؤولين باقي مبغاوش يفيقوا. كنتمناهم الله يتحركوا في هذا الباب هذا. بعض اللحظات وحنا كنغادروا مدينة تمسنا، اتجاه جماعة عين عتيق. أردوا البال الإخوان في الطريق هذه لأن فيها أشغال، كاين مشاريع جديدة. الطريق هذا تغير بزاف، هنا ولات عندنا واحد المحطة ديال الوقود جديدة أبولو. وكاين مشاريع أخرى اللي خدامين علينا في الجنبات، فنتمناو بالله كل الخير. أكيد الشارع هذا اللي بين عين عتيق وتمسنا غادي تغير بزاف هاد 2025، تحرك فيه البني، تحركت فيه دي بروجي كبار. اللحظات كنطلوا على عين عتيق بالقرب من سوق الأربعاء، ديال عين عتيق يوم الأربعاء كنظن غنلقاو الطريق شوية عامرة. شوفوا الأجواء كيفاش دايرة السوق الأربع، كتبقى هذه الطريق المختصر من مدينة عين عودة الفردوس في اتجاه عين عتيق سوق الأربع الغرب، سوق الأربع عفوا عين عتيق اتجاه مدينة الصخيرات. هذا هو
سوق الأربع، ردوا البال الإخوان هنايا خصوصا نهار الأربع، الناس كيقطعوا بزاف على رجليهم هنايا، كتكون الدنيا عامرة. الأجواء ديال السوق حالة استثنائية، أجواء خاصة، تبارك الله الدنيا عامرة، كما كتشوفوا السيارات على اليمين على اليسار في الباركينغ داخل المجمعات السكنية، كاين اللي البلية ديالو هي الأسواق الأسبوعية. التذكير فقط، هاد الطريق حنا اللي حنا غاديين فيها واش خرجنا في عين عتيق، وغادي تقاطع لينا مع شارع الحسن الثاني، فغادي يكون عندنا واحد النفق ان شاء الله اللي غادي يلعب واحد الدور كبير في هاد الطريق هادي، ما يبقاش فيه داك الضغط الكبير، غتولي الطريق نفسها مزيان. النقطة إن شاء الله اللي غيكون فيها النفق بعين عتيق في اتجاه مدينة الصخيرات على اليمين ديالنا عين عتيق تمارا الرباط، على اليسار ديالنا صخيرات بوزنيقة، ولتحت طريق السيار الدار البيضاء الهرهورة. مستمرين في الطريق ديالنا، واحد لومبوتياج ما يمكنش هنايا على اليسر، كنهضرو على هذا الموضوع ديما، فكنتمناو من الله ان هاد الاشغال ديال النفاق تحل هاد المشكل هذا. شوفوا معايا الاخوان، ربما غنلقاو الطوموبيلات فوق القنطره واقفين، هذا هو اللي كاين، واحد لاصق على واحد، هذه حقيقه كنشوفوها في هاد اللحظات. الشارع الحسن الثاني، فالصورة قدامنا كتوصل تقريبا حتى للقنطرة، يعني بعض المرات والله القاسم وبدون زيادة، والله القاسم واحد النهار غير من القنطرة حتى للرومبا ديال الدرك الملكي درنا فيها شي 25 دقيقة وكثر، زيد وقف ما يمكنش. فكنتمناو انه يعني حتى النقطة ديال رجال الدرك الملكي ياخذوا بعين الاعتبار ان دابا مدينة الصخيرات في واحد الكثافة سكانية كبيرة، يعني حاولت ملي تكون الطريق عامرة في هذا الاتجاه هذا يحاولوا يلعبوا واحد الدور اللي هو يكون كبير وايجابي في هذا الباب هذا باش الطريق ما توقفش، لان الطريق باش كتوقف من القنطرة حتى للروم بوان راه صافي راه ما يمكنش. الاخوان كيبان لي واحد التراساج جديد هنايا، واحد التراساج جديد هنا الفوق على اليمن، كيبان لي واحد التراساج على اليمن، واش غادي يخدموا على الخطره في هذا الاتجاه هذا، واش غادي تكون شي حاجه في هذا الاتجاه اللي من هادشي اللي غادي نكتشفوا ان شاء الله. هانتوما كتشوفوا معايا التراساج هو خارج هنايا، نتمنوا من الله كل الخير. الايام القادمه غادي تبين لنا شنو كاين ان شاء الله. هانتوما كما كتشوفوا انا يقدر يدوزوا شي قواس، يقدر يدوزوا شي حاجه، يعني اشغال قادمه في الايام القليله القادمه ان شاء الله. في
هاد اللحظات كندخلوا الجماعات الصخيرات، جماعات الصخيرات ان الاشغال المتواصلة. الله يوفق الله يوفق، الله يسخر الامور. كما شفتوا معنا مشاهدينا الكرام، كانت جولة من زعير في اتجاه الصخيرات طريق المختصر مرورا بشمسنا. كنتمنى من الله الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، تكونوا شفتوا معنا شي حاجه زوينه، سمعتوا معنا بعض المعلومات. ما تنسوش الاشتراك في القناه والبارطاج باش دائما يوصلكم الجديد، واي حاجه اي توضيح فاحنا راه الاشاره. شكرا على التفاعل ديالكم، شكرا على التعاليق الايجابيه ديالكم، شكرا على الانتقادات ديالكم كذلك، ومرحبا بالنصائح ديالكم، وشكرا لكم بزاف. الى هنا مشاهدينا الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.